هي لحظات إثبات النفس وإثبات أنك تستحق التواجد فعلا في هذا الفريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. شوف يا صاحبي، فيديو اليوم عبارة عن هيك، ركز معي. أجمل 10 أهداف للاعبين سجلوا أول هدف إلهم مع أنديتهم الجديدة في موسم 23-24، يعني فقط هذا الموسم لاعبين انتقلوا لفرق جديدة يعني في هذا الميركاتو وسجلوا هدفهم الأول. راح نرتبهم من رقم 10 إلى رقم 1 على حسب جمال الهدف وليس الأهمية، فقط الجمال. ومنه بنحكي عن اللاعبين، بديش أطول عليكم، يلا نبلش بالفيديو بعد الانت. في المركز العاشر يا صديقي هو اللاعب هاري كين، واللي سجل هدفه الأول مع بايرن ميونخ في مباراتهم مع فيردا بريمن، وتحديدا في الدقيقة 74، واللي سجل في هاي المباراة الهدف الثاني للباير. وطبعا صفقة هاري كين مهمة جدا في بايرن ميونخ، الفريق اللي كان يحتاج إلى مهاجم رقم 9، وفعلا لا يوجد أنسب من هاري كين حاليا انه يلعب لك رقم 9 ويسجل لك اهداف. احنا بنعرف جدارة هاري كين في هذا المركز وكيف كان يسجل مع فريق مثل توتنهام ينافس دائما على صدارة الهدافين، وهي واحدة من اهم الصفقات. طبعا هاري كين يا صديقي لعب 6 مباريات مع بايرن ميونخ، سجل 8 وصنع 4 طبعا في جميع البطولات، وهذا طبعا رقم مرعب جدا. مع عن الهدف فإليكم إياه. ديفيس لمسة من كينغسلي كومان، ديفيس ينطلق الآن يواصل التقدم، يقود الهجوم، يمرر هاري كين، هاري كين، هاري كين، هاري كين، هاري كين، هاري كين، هاري كين. أما عن رقم 9 فهو اللاعب رياض محرز اللي انتقل من المان سيتي إلى النادي الأهلي السعودي. رياض محرز يا صديقي لعب مع الأهلي 7 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع 3. أما عن هدفه الأول فكان أمام النادي الخليج، وطبعا محرز إضافي كبير إلى الأهلي، من الممكن إنهم يفعلوا شيء في الدوري. أما عن هدف محرز فهذا هو. كرات رياض، محاولة مستمرة موجودة، هل تأتي العرضية؟ محرز، الله 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 يا رياض، الله يا رياض. أما عن رقم 8 واللاعب صاحب هذا الهدف فهو من نفس الفريق، البرازيلي فيرمينو، واللي بالمناسبة في أول مباراة في الدوري وأول مباراة مع الأهلي سجل هاتريك، وهو صاحب أسرع هدف في قائمة اليوم بالدقيقة 5 في مباراة الأهلي والحزم. فيرمينو يسجل هدفه الأول. يبحث عن التمريرة، تصل على سيادة اليمين، أهلاوية، عرضية خطيرة من أما عن صاحب الهدف رقم 7 في قائمتنا لليوم فخلانا نرجع لأوروبا كمان مرة، وتحديدا في برشلونة في صفقة كثير من المحللين وكثير من اليوتيوبر انتقدوا هاي الصفقة، راهنوا على فشلها، لكنها تثبت عكس هيك تماما. هي صفقة مهمة جدا 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 في برشلونة، برشلونة كان يحتاج مثل هذا اللاعب وهو جواو فيليكس. الكل شايف يا صديقي جواو فيليكس شو كعب بيعمل في هجوم برشلونة. اللاعب يا صديقي يكفي اني احكي لك انه لعب 3 مباريات، سجل 3 وصنع 3، وهي ارقام مذهلة جدا جدا. اما عن الهدف الاول فكان على ريال بيتيس، واللي بالمناسبة جواو فيليكس كان هو رجل هاي المباراة. شكل دفاعية منذ رحيل لويس فيليبي، هنا فرصة تأتي، الله، على كرة خطيرة ما زالت، هذا جول، الله. اما عن رقم 6 فمنروح للغريم ريال مدريد، وهو لاعب انفجر انفجار غير طبيعي، وهو الحاسم في ريال مدريد والمنقذ، وكل ما انزلك انشيلوتي شوي ييجوا ينقذوا كمان مرة. هو اللاعب جود بلينغهام القادم من نادي دورتموند. جود بلينغهام يا صديقي لعب 6 مباريات، في الست مباريات سجل 6 اهداف، وهذا رقم يعني شو اقول لك، هذا لاعب خط وسط، مش وظيفته انه يسجل اهداف بتاتا، لكنه دائما كان هو المنقذ. اما هدف بلينغهام الاول فكان ضد بالباب، وتحديدا في الدقيقة 96. وصل الى 7.5 مليون، وكرة بلينغهام رائع، كرة بلينغهام المرة دي، بقول لحضراتكم اتطور قوي الأداء لدى نادي طبعا ريال مدريد وبلينغهام.
أما عن الرقم الخامس ما نبعد وما نروح إلى أي مكان، نبقى في ريال مدريد، وهو مهاجم ريال مدريد الجديد كوسيلو. كوسيلو يا صديقي بيحاول يثبت حاله، بينتي كل شيء عنده، بيحاول يأخذ مركزه الأساسي كمهاجم في ريال مدريد. كوسيلو يا صديقي لعب 7 مباريات في جميع البطولات، سجل 2 وصنع 1. أما عن هدفه الأول فكان أمام ختافي وتحديدا في الدقيقة 47. فرصة توني كروز، تغيير اتجاه اللعب، وصلت إلى فاسكت. أوه غير معقول، غير معقول، مش ممكن يا كوسيلو. أما عن اللاعب اللي هدفه احتل رقم 4 فهو اللاعب اللي راح كوسيلو عشان يعوضه، وهو الحكومة كريم بنزيما اللي انتقل للاتحاد السعودي واللي سجل هدف خرافي وجعله يكون رقم 4 في قائمتنا لليوم، واللي سجله أمام الرياض في الدقيقة 17 في المباراة. وإليكم جمال الهدف. فابينيو تركة ممتازة، كريم بنزيما لحمد الله، ثم تمريرة من حمد الله لكريم إلى كرة مرتدة سريعة باتجاه روما، وروما لبنزيما. صاحب رقم الهدف الثالث يا صديقي هو لاعب غير متوقع. اولا هدف خرافي في مباراة صعبة جدا، في نتيجة غير متوقعة بتاتا، هو في درب الغضب في انتر ميلان وإسي ميلان، هو لاعب انتر ميلان الجديد تورال، سجل هدف خرافي، وكان الهدف الثاني في المباراة وتحديدا في الدقائق 38. تمتع في جمالية هذا الهدف، هدف ولا اروع. تورام والضغط، تورام يحاول فيها عند مليك، لكن تورام يسدد. وصاحب الهدف الثاني اللي كنت متردد احطه ثاني او ثالث بينه وبين توران، وهو جواو كانسيلو اللاعب الجديد، وبالنسبه لي هو الاهم في برشلونه حاليا، وبالنسبه لي كمان هو اهم صفقه في جميع الميركاتو حتى الان. لمسه هذا اللاعب واضحه جدا وتنغم مع الفريق بسرعه فتاكي. وسجل كانسيلو هدفه الاول مع برشلونه كمان على بيتيس وتحديدا في الدقيقة 90. وإليكم الهدف. اتجاه ليفاندوفسكي، لاعب بثقة كبيرة جدا لامين يامال، الرائع هنا في صفوف البارسا، بينما جواو كانسيلو يتقدم، جواو يحاول، الله هكذا البدايات وإلا فلا. أما عن صاحب الهدف الأول فهو ليونيل ميسي. انا عارف انه كثير راح ينتقدوني، لكن حسب رايي هذا هو الهدف الاجمل، عشان هيك عطيته رقم 1، وهو هدف ميسي من ركله حره في مباراته الاولى مع انتر ميامي. انا يحتاج اقولكم شو ميسي قاعد بيعمل مع انتر ميامي وشو قاعد بيعمل مع الفريق، من سلسله خسارات الى سلسله انتصارات، من ولا بطوله الى بطولات في الفريق، عمل هويه للفريق. اما عن الهدف اللي متاكد انه كلكم شفتوه، لكن اليكم جمال الهدف. ميسي بس يا صديقي، هاي كانت فكرة في راسي وحبيت أعملها كفيديو. مرة بنحكي عن اللاعبين الجدد ومنشوف أهدافهم الجديد ومنرتبهم من 10 لـ 1. إذا عجبتك هاي الفكرة لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة، إن شاء الله ما منغيب عليكم في الفيديوهات القادمة. في أمان الله.